وابو سعيد في الاسترجاع، نصري في التنشيط الهجومي، حميدي وليد على الجهة في الهجوم رفقة بودا إسحاق وقيبوع قلب محمد بلامين يوسف بحراوي حسام جاب الله وليد وخوجة أيمن الحارس الثاني. دائما لصالح فريق اتحاد بسكرة، خطيرة الكرة هذه على مرمى شبيب تتسكيك، دافتها من هناك والهدف الأول، الهدف الأول من اللاعب يوسف شيبان بعد فتحة. شيبان كان في المكان المناسب وتمكن من هز شباك الحارس قاسم سفيان، وكان ذلك في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. إذن فريق اتحاد بالحسين غير تماما، لا لقيبوع وجه لوجه قيبوع والهدف الأول، نعم الهدف الأول لصالح فريق شبيبة سكيكدا عن طريق قيبوع في الدقيقة 21. شوف كرة من بالحسين في العمق، وقيبوع يتلقى الكرة ويتمكن من مراوغة الحارس علوي نفع ويتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 21، هدف لهدف تصبح تنفيذ هذه المخالفة في العمق. لا دفاع يدخل، تسديدة قوية وخارجة، ضغط رهيب على فريق يوسف شيبان. كرة كانت جميلة، يوسف شيبان كرة يسالم حمزة سكيكدا، حميدي تفوق، حميدي تقدم خطيرة الكرة هذه على مرمى في أول لحظة يعلن الحكم بدير نهاية المرحلة الأولى. يدخل بقاسم سفيان، طالبي خناب، خليل بولتواق، وكالب شلالي. إذن ضربة الانطلاقة للشوط بالحسين ناحية أوكال، طويلة من هناك وكان مليحة الكرة هذه، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة السكيكدا عن طريق اللاعب بودا إسحاق يتمكن من هز شباك الحارس علوي نفع في الدقيقة، علوي بودا على ما يبدو هو اللي سجل الهدف الى فريق دخية من هناك، دخية خطيرة الكرة هذه 21. وفي الشوط الثاني بودا إسحاق يعني رناي كرة لمصلحة فريق، كرة خطيرة الكرة هذه، والكرة ماذا يقول الحكم الكرة، ماذا يقول الحكم؟ هناك احتجاج على طبعا على قرار الحكم، الحكم ما يقول، لا يقول شيء الحكم. والحكم اللحظة يعلن نهاية المباراة بتفوق.